غير عادية، اضطراب في حواس التذوق والشم والسمع والنظر، فقدان الذاكرة أو الوعي. ريكو 310-477-7201. في يوم السبت الماضي وفي الأومني هوتيل بلوس أنجلوس، احتفل التلفزيون العربي الأمريكي بعيده 18 في أمسية فنية حالمة حضرها عدد كبير وهائل من أبناء الجالية. وبدأت برامج الحفل الفنية في صالة الاستقبال على معزوفات موسيقية على البيانو من الموسيقار عبد الكريم صافي. وعلى العشاء الفاخر عزف الطفلين منصور وحنان جمال 13 و12 سنة موسيقى الكلاسيكية واللي استمتع بها الحاضرين. ومع الدبكات والرأس الشرقي والفولكلوري قدمت فرقة آدم بسمة العديد من اللوحات الراقصة واللي نالت إعجاب الحاضرين. خليكم معنا مشاهدينا وتكملة فقرات الحفل. لما باجي هنا ببقى سعيدة قوي ان حابقى في وسط جمهوري.